هل على صاحب البهيمة إذا تسببت في حوادث وأدت إلى وفاة بعض الأشخاص وهو لا يدري عن ذهابها إلى طريق المسافرين شيء؟ إذا كان صاحبها عندها تركها يضمن، أما إذا كان ما هو عندها، هي اللي ذهبت وحصل ما حصل، فليس عليه ضمان، لكن يمكن أنه يعزر بكونه سيب البهائم وتركها، يمكن يعزر بما يراه ولي الأمر تعزير، أما الضمان ما يضمن إلا إذا كان هو عندها ويده عليها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ويكفي في تعزيره أن البهيمة تذهب هدرا ولا يعطى قيمة لها، تتلف عليه، قد تكون ثمينة تتلف عليه، يكفي هذا في تعزيره. نعم.